المناسبات اللي بنحتفل بيها بيبقى فيه عندنا حاجات حلوة كتير مع اللمة وحلاوتها. من ضمن الحاجات دي الطرق الرايقة، الطرق الفاضية اللي احنا نسيناها. بس مع الفضا ده في حتة تانية بتبقى زحمة، ومش زحمة بعقل. شفتوا محلات الفسيخ والرنجة واللازي منه؟ شفتوا الزحمة على المحلات دي قد ايه؟ ربنا يديم علينا عاداتنا وتقاليدنا. المصري من قديم الأزل ليه مناسباته وعاداته اللي بيحتفل وبيحتفي بيها، عادات نقدر نقول إنها في الجينات. صعب قوي إننا نلعب في الجينات دي، يعني لما حاولوا فشلوا فشل ذريع. ده من أيام الاستعمار على مدار التاريخ، حتى الإنجليز لما مشوا من عندنا كانوا هما اللي اتكلموا لغتنا مش العكس. أما بقى اللي حاولوا من قريب اللي هما اختراع الاستعمار برضو، واللي مازال بيحرسهم وبيقويهم بعد ما اتطردوا من أهل مصر الحقيقيين شر طردة، فاكرينهم اللي تبنوا إرهابنا لتحقيق أغراضهم، برضو فشلوا فشلوا فشل ذريع. أصل المصري ده زي ما بيقولوا ملوش كتالوج. احنا شعب عياش بيحب الحياة والاعتدال، بنؤمن بالوسطية وبعاداتنا وتقاليدنا، ما بنعترفش بالسواد واللي بيطلعوا لنا ويكفرونا ويحرموا علينا العيشة واللي عايشينها. ده كله نتاج الجهل والكراهية والحقد. يبقى عندنا تحدي كبير بيواجهنا اللي هو القضاء على الجهل، الجهل الدراسي والجهل الفكري والعقائدي. الأمن والأمان اللي بننعم بيه اليومين دول واللي مخلينا نحتفل بمناسباتنا وأعيادنا، ده نتاج أساس الشعب المصري الصلب، الشعب المصري الأصيل اللي بيحارب أي تهديد وأي طفيليات بتظهر في المجتمع. أعيادنا راسخة من وجداننا من أيام أجدادنا الفراعنة. كل شم نسيم وعيد ربيع، وانتم وكل المصريين في سلام وأمان وازدهار. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في برنامجكم أسواق وأعمال. النهاردة هنتكلم عن العملات الرقمية المشفرة والتغيرات العنيفة اللي بتحصل في أسعارها سواء بالصعود أو الهبوط. هنحاول نعرف إيه مستقبل العملات الافتراضية في العالم، وهل التكنولوجيا اللي بتستخدمها صالحة في مجالات تانية؟ ده هيكون في فقرتنا التانية والتالتة من برنامجنا النهاردة. أما دلوقتي فنبدأ بخبرنا الأول من موقع American Thinker اللي أعلن أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير كان متوقع بالنظر للدعم اللي بيحظى به بين المصريين. الموقع بيشير إلى أن ولاية الرئيس الأولى تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة لمصر، واللي شهدت إطلاق العديد من مشاريع الإسكان والبناء، واللي بتهدف للنهوض بالاقتصاد إلى مستوى جديد وإلى تحسن وضع المواطن المصري. الموقع بيوصف مشروع قناة السويس الجديدة بالطموح للغاية، خاصة بعد مساهمة القناة الجديدة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 4.3 مليار دولار، أي بزيادة 3.4% على أساس سنوي. الموقع بيوضح في تقريره كمان أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان أكثر إثارة للإعجاب، وده بالتزامن مع العديد من المشروعات القومية الأخرى، واللي من أهمها المشروع الوطني للطرق ومشروع تطوير العشوائيات. موقع American Thinker بيقول أن الإصلاحات الاقتصادية اللي بدأها السيسي كان لها تأثير كبير في خفض معدل التضخم ومعدل البطالة، وأشاد بتقدير صندوق النقد الدولي لحزمة الإجراءات الإصلاحية اللي اتخذتها مصر في الأربع سنين اللي فاتوا. والموقع ختم المقال بأن الإصلاحات أدت للتحسن في الاقتصاد، واللي بتشير أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح. خبرنا الثاني من وزارة المالية اللي أعلنت النهاردة أن طلبات الاكتتاب على السندات المصرية المطروحة باليورو بلغت 4.7 مليار يورو، علما بأن إجمالي السندات المطروحة قيمتها 2 مليار يورو. المالية أعلنت كمان عن تخفيض سعر الفايدة الاسترشادي على السندات لأجل 8 سنوات إلى 5%، وخفضت كمان الفايدة على السندات المطروحة لأجل 12 عام إلى 5.8%. البنوك القائمة بطرح السندات هي IMI وBNP Paribas ودويتش بانك وستاندرد تشارترد. آه
معانا على التليفون للحديث أكثر عن موضوع طرح السندات المصرية المقاومة باليورو الأستاذة عليا ممدوح كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون. عليا هانم، أهلا وسهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة. في البداية اللي نقدر نقول إيه الدافع لطرح سندات مصرية مقاومة باليورو في الوقت ده؟ اهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. هو السندات عامه سواء بالدولار او باليورو بتمثل في الفتره الحاليه وسيله لسد التجوه التمويليه بصوره اقل تكلفه، لانه الاستلاف او الاستدانه من السوق المحلي اصبحت مكلفه جدا على وزاره الماليه، وبالتالي اللجوء لطروحات دوليه هيكون اكثر، عايز اقول من ناحيه التكاليف يعني اكثر انخفاضا من ناحيه التكاليف، وهم عندهم فرصه كويسه جدا لده، لانه صوره الاقتصاد المصري في الاسواق الدوليه بتتحسن بشكل كبير. فمن الجدير ان احنا نستغل هذه الثقه اللي موجوده في الاقتصاد المصري ونتجه الى السوق الدوليه اكثر. طيب احنا كنا بنقول ان السندات المطروعه هتبقى حوالي 500 مليون يورو، وصلنا الى 2 مليار يورو، سبب ده ايه؟ نتيجة للإقبال الشديد. لما بيكون في إقبال شديد في الطرح فبتلجأ وزارة المالية ان هي تقبل اكتر من اللي كانت طرحاه، ودي علامة صحية، يعني يكون في إقبال شديد علامة صحية جدا، خاصة ان الإقبال ده جاي في ظل ان هما بيقدموا اسعار منخفضة عن الطروحات اللي قبل كده. طيب الاستخدام بيبقى في ايه يا علي هاني؟ المفروض الاستخدام هيكون يا اما في تمويل عجز الموازنه، دعم طبعا الاحتياط النقدي من ناحيه تانية، او سد الاحتياجات او الالتزامات اللي على وزاره الماليه من ناحيه سواء الهيئه العامه للبترول او ما غيره من التزامات يوميه او شهريه بمعنى اصح. لما بنتكلم على خفض سعر الفايده، احنا كنا بنتكلم على 8 سنين حوالي 5.25% بقت 5%، ال 12 سنه كنا بنتكلم 6% بقت 5.8%، ليه اتخفضت الفايده؟ ده انعكاس طبيعي للمؤشرات الايجابيه او التحسن اللي حصل على المستوى الاقتصادي، واللي اهمه يكون هو يعني القدره على السيطره على اكثر تحدي كان بيواجهنا في 2017، وهو التضخم اللي كان بيمثل التحدي الاساسي لعمليه الاصلاح الاقتصادي بشكل كبير. بما اننا استطعنا او بما ان الحكومه استطاعت ان هي تسيطر على معدلات التضخم المرتفعه، وبالتالي ادى ذلك الى ان البنك المركزي يتخذ سياسه نقديه اكثر ليونه، وده بيأكد برضو ان هو شايف ان على مدار السنة اللي جاية معدلات التضخم هتظل تحت السيطرة او تحت الزون اللي هو او التارجت اللي هو حاطه. فدي كانت من اهم العوامل اللي بتخلينا نبص انه الاقتصاد بيتحسن، دي اول حاجة. تاني حاجة زي ما قلت في ثقة كبيرة جدا في اداء الاقتصاد المصري، خاصة بعد ما عدينا كذا ريفيو من الاي ام اف وكل بالضبط، وكل التقارير الدولية اللي بتطلع عن الاقتصاد المصري بتشيد بجدوى الإصلاح الاقتصادي وبالمسار اللي الحكومة ماشية فيه وبالنتائج اللي ابتدت تظهر، واللي برضو من أهمها معدلات النمو. يعني معدلات النمو في النص الأولاني طلعت 5.3، وده طبعا تطور كبير جدا عن الركود اللي كنا فيه على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، كنا محافظين على تقريبا 4% في الثلاث سنين. فكل ده بيخلي او بيدفع انه بالطبيعه الحال الاسعار تقل او 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 الفايده تقل، لان طيب. الفايده دي بتمثل المخاطر او بتعبر عن المخاطر اللي موجوده في البلد، فالمخاطر بتقل فبالتالي الفايده بتقل. طيب النهارده توقعاتكم انتم كبنك استثمار لنسبه التضخم في الربع القادم واللي بعده؟ احنا متوقعين ان هي تنخفض ل 12-13%، وممكن تصل ل 9% لنهاية يونيو 2018. ده طبعا مستفادة بجزء كبير من تغيير سنة الاساس على المستوى السنوي، وكمان مستفادة لانه خلال النص السنة الاولاني مش هيكون في اي من الاجراءات الصحية اللي من شأنها انها ترفع معدلات التضخم.
يعني بتتكلمي على ممكن توصل 9% بنهاية يونيو القادم. 9% ده رقم، ده يبقى إنجاز. يعني أنا أعتقد أنه مش رقم بعيد الوصول إليه، خاصة في ظل غياب أي مؤثرات خارجية، ومع الحفاظ على استقرار سعر الصرف، لأنه سعر الصرف من أحد العوامل الأساسية اللي بتتحكم في معدلات التضخم. بشكرك شكرا طبعاً. شكرا جزيلا أستاذة عالية ممدوح، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، وطبعا بنشكرك على وقتك في ظل الاحتفالات بالأعياد. كل سنة وحضرتك طيبة. نروح لخبرنا الأخير من وزيرة الاستثمار سحر نصر، اللي وقعت اتفاق مع الدكتور عبد الوهاب البدر مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لاستكمال تمويل مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار. على هامش اجتماع الصناديق العربية المنعقد بالبحر الميت في الأردن، الوزيرة قالت أن الاتفاق يأتي ضمن خطة الحكومة لتنمية سيناء. نصر أكدت أن الحكومة حريصة على التحرك مع جميع الصناديق العربية بشكل سريع لتنمية شبه جزيرة سيناء ودعم جميع المشروعات متناهية الصغر في هذه المنطقة الغالية. فاصل ونرجع نبدأ حديثنا عن تكنولوجيا العملات الرقمية وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا، فخليكم في أسواق وأعمال. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. هنتكلم عن الأدوات الاستثمارية اللي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وكان في حواليها جدل كبير، اللي هي العملات الرقمية المشفرة. في عندنا أنواع كتيرة، منهم طبعا اللي بنسمع عنهم اللي هو البيتكوين والإثيريوم، وفي غيرهم أكتر من 1000 هنتكلم فيهم. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في البرنامج، لكن النهاردة هنتكلم من زاوية مرتبطة بالتكنولوجيا اللي بتقوم بيها أو بتقوم عليها العملات دي. ازاي التكنولوجيا اللي قايمة عليها العملات دي ممكن تكون مفيدة بالنسبة لنا في قطاعات كثيرة منها المؤسسات المالية الكبيرة، يمكن مش دلوقتي ولكن ممكن كمان في المستقبل. اللي احنا فاهمينه ان التكنولوجيا دي هامة ويبنى عليها. نفهم اكتر من ضيفنا وضيفكم الاستاذ احمد عز الدين المحلل المالي. احمد بيه، اهلا وسهلا معانا. قول لي في البداية كده، لو عايزين نتكلم على العملات الرقمية، احنا بنسمع ان في حاجة اسمها بيتكوين، في حاجة اسمها هو ايه الموضوع؟ ماشي، هو الفيرتشوال كارنسي زي ما هو العملات الافتراضية، هم كتير، هم 1560 النهاردة. السوق ده مش سوق صغير، السوق ده متكون من حوالي 260 مليار دولار. في كذا عملة من اللي احنا سمعنا هنا اللي هي المعروفة جدا، هي البيتكوين، في ريبل، وفي اللايت كوين، وفي الإثيريوم. هو كلهم تقريبا ما فيش اختلافات ما بينهم، بس اكتر عملة مختلفة تعتبر هي الإثيريوم، لان هي بتقدم تكنولوجي ما بتقدمهاش باقي العملات الافتراضية. التكنولوجي دي باختصار ممكن في دول دلوقتي ابتدت ان هي تستخدمها، اللي هي السمارت كونتراكتس او العقود الذكية. يعني ببساطه خالص، لو انا بستخدم الايثيريوم وفي عاملين سولار انرجي او طاقه شمسيه لمجموعه من اليونتس او الفيلات او الكلام ده، ممكن ان انا بحدد مستوى الاستهلاك بتاعي ومتوسط الاستهلاك بتاعي. فلو قل عندي وزاد عند حضرتك، حضرتك بتشتري الجزء اللي حضرتك ما خدتوش، اللي انا ما استخدمتوش. في الحاله دي ده بيبقى بمجرد مش موافقه مني ولا اي حاجه، ده انا ببقى حاطط شروط معينه للعقد ده انه يتم. ده الايثيريوم، ده مش موجود في باقي العملات، ويمكن ده اللي مخلي الايثيريوم اكثر تطورا عن باقي العملات الافتراضيه حاليا. برضو مش فاهمها دي، يعني انا النهارده العمله اللي انا افهمها هي العمله بتاعتنا الجنيه اللي بنستخدمه. انا ساكن في مكان وبستخدم فيه طاقة معينة، وحضرتك تسكن في نفس المكان، باخد منك بالإثير، يعني مش فاهم. يعني أنا متوسط استهلاكي في اليوم قليل عن الطبيعي، وحضرتك استهلاك الطاقة، استهلاك الطاقة كهرباء مثلا وحضرتك متوسط استهلاك أكتر مني شوية. فحضرتك بتشتري، بمجرد ما الاستهلاك بتاعك بيزيد عن الطبيعي وانا استهلاكي قل عن الطبيعي، حضرتك بتشتري مني، باخد الجزء بتاعك. بتاخد الجزء بتاعك. ليش باخد الجزء بتاعك ده؟ ايه دخل الايثيريوم فيه؟ علشان الايثيريوم هي دي حاجه اوتوماتيك بتتعمل. يعني الايثيريوم فيه هو العقد الذكي جواه، انا بحط عقود بقول له لو حصل 1 2 3 الشروط اللي انا حاططها لك نفذ الدفع على طول.
ايوه النهارده الايثيريوم ده القيمه دي النهارده انا ده فعلي، ده في مكان انا عايش فيه صح؟ المكان اللي انا عايش فيه ده بيتعامل مع الكل بالعمله بتاعتنا بالجنيه المصري بالظبط، واخد بالك؟ بالظبط. النهارده استهلاك حضرتك قل في الكهرباء، انا اخدت الفائض بتاعك بالظبط عشان استهلاكي زاد عن حد معين، عن حد المتوسط. انا النهارده القيمه بتاعت الايثيريوم بتتحدد بناء على ايه؟ مش بتتحدد بناء على عمله معينه بنتعامل بيها في البلد؟ تمام. العملات الافتراضيه عموما هي اساس ان هي اتعملت علشان تبقى عمله مستقله عن اي اقتصاد، كويس؟ فده الاساس بتاع العمله، وبلس ان هي طبعا بتقلل تكلفه التعاملات، بلس ان هي اللي هي الترانزاكشن كوست، وطبعا في ابحاث كتيره اتحطت كتير جدا عن موضوع الفايده بتاعت ان انا اقلل ترانزاكشن كوست وتاثيرها على القرار الاستثماري بتاع اي مستثمر. تكلفه المعاملات اللي بتتم عن طريق البنوك بتتم عن طريق اي عمله، سواء عمله افتراضيه او عمله متعارف عليها في الدول، الجنيه، الدولار، اليوان، اليورو، اي عمله. فدي فكره العملات الافتراضيه عموما. لما ابتدوا يعملوا البيتكوين والريبل والحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي العملات الافتراضيه العاديه، في تكنولوجي جديده طلعت هي التكنولوجي بتاعت الايثيريوم، اللي هي فيها مزودين عليها حته السمارت كونتراكت او العقود الذكيه. في شويه شروط بتبقى موجوده في العقود الذكيه، لو هي اتطبقت زي الشرط اللي انا بقوله لحضرتك ده، موضوع الاستهلاك بتاعي لو حصل اوتوماتيك وانا نايم في البيت هيتم الدفع ده على طول، يعني من غير ما انا اتدخل خلاص، ده هيبقى نظام دفع بمجرد ان انا حاطط الشرط ده وحضرتك موافق عليه. فبدام احنا ساكنين جنب بعض وحصل الموضوع ده هيتم الدفع على طول من غير بقى ما ترجع لي او من غير ما ارجع لي. نظام الدفع اللي احنا متفقين عليه ده مش لازم يبقى مبني على قيمه حقيقيه؟ تمام. يعني انا النهارده انا راجل معايا 1000 جنيه تمام، واخد بالك؟ احنا عملنا عقد ما بيننا علشان نتعامل بالايثيريوم خارج المنظومه المصرفيه اللي البلد كلها بتتعامل بيها. بالظبط. طب على اي اساس يعني الايثيريوم ده انا النهارده بشتري واحد ايثيريوم مثلا ب 1000 جنيه ولا بعمل ايه؟ الايثيريوم هو الطرق ان انت تحصل على عمله رقميه، عمله افتراضيه عموما، هي ثلاث طرق، يا اما بشتريها عادي جدا، يا اما بيكون انا عندي حاجه زي مايكروسوفت او اي متجر عموما بستقبل الدفعات بالعملات الافتراضيه، او عن طريق ان انا بعمل التعدين او المايننج بيسموه، ده بيخليني اخد يعني اكسب عمله افتراضيه. حلو. كويس. القيمه بتاعتها بتحدد على ايه؟ بتحدد على المفروض ان هي كعمله عمله مستقله عن اي اقتصاد، ما تبقاش ليها علاقه بباقي العملات، وده اللي احنا بنقوله ان ده عيب دلوقتي موجود في العملات الافتراضيه، ان هي اتحدد ليها معامل ارتباط موجود ما بينها وما بين الاقتصادات الاخرى. معلش خدني على الدعاء. اتفضل. ملهاش علاقه باي عملات ثانيه. ماشي. انا النهارده علشان اشتري واحد ايثيريوم مثلا تمام، مش لازم ادفع بالعمله اللي احنا متعودين عليها، الجنيه، صح، الدولار، اليورو، يبقى في ارتباط. تمام. مش كده؟ ليه؟ ان هو تحدد لها قيمه بالعمله اللي احنا بنتعامل بيها. تمام. لما تحدد لها القيمه دي اتحدد بناء على ايه؟ حلو. حضرتك النهارده هنعتبر مثل بسيط، حضرتك البيتكوين الواحد ب 6750 دولار تقريبا. البيتكوين الواحد. الواحد. هو في نوفمبر 2017 كان وصل ل 19000 وشويه، كان هيقفل ال 20000 دولار. حل. بعد كده نزل، فهو في طبعا تذبذب وتقلبات في الاسعار كبيره في البيتكوين، مع ان يعتبر هو من اقل العملات الافتراضيه اللي فيها تقلبات في الاسعار، وهو 60%. معلش ارجع بس شويه عشان حضرتك ايه ابتديت لي في 2017 ان هو الواحد بيتكوين كان ب 17000 دولار، كان وصل ل 19000 دولار، وصل ل 19000 دولار 19 وكسور. ده في ايه؟ في اواخر 2017 بالظبط. النهارده احنا 7000 4 شهر 4 2018 اللي كان ب 19000 دولار بقى ب 7000 دولار. بالظبط. صح؟ بالظبط. طيب نرجع كده ل 2009 2010 كان ثمنه كام؟ كان ال 100 دولار بتشتري 16000 بيتكوين، 16667. ال 100 دولار كانت بتشتري 16000 بيتكوين. بالظبط. مش ده يخوفني؟ يخوفني طبعا، لانه في حاجات كتير بقى تخوفني من العملات الرقميه. مثلا اول حاجه في 1000 واحد، لو اعتبرنا ان العملات الافتراضيه في العالم هي العملات الموجوده، البيتكوين ده هو العمله الوحيده اللي في العالم، في 1000 واحد يملكوا 40% من العمله الافتراضيه اللي اسمها البيتكوين. اللي هي قد ايه؟ العمله 40% يعني من قد ايه؟ 40% من المصدور دلوقتي اللي هو 16 مليون بيتكوين، هو التوتال اللي هيصدر من الاجمالي اللي هيصدر من البيتكوين هم 21 مليون على حسب البروتوكول بتاع البيتكوين بتاع العملات الافتراضيه، كل عمله افتراضيه ليها بروتوكول. 21 مليون. 1000 واحد يملكوا 40% من العمله دي، فال1000 واحد يقدروا
كويس جدا ان هم يعملوا تقلبات زياده في السوق لو قرروا ان هم يبيعوا بيزد على الفوليوم طبعا بلس ان الحته بتاعه ان الساتوشي ناكوماتو او العمل اللي هو مش معروف هو واحد ولا واحده ولا جروب ولا يعني بلد مش عارفين مين اللي عملها لا مش عارفين واحنا عارفين ساتوشي ناكوموتو دي عارفين انها حاجه كده مديه على ياباني فاحنا ماشيين ناحيه الياباني وممكن ما يكونش ياباني واللي سماه ياباني علشان احنا نفتكر ان هو ياباني بالظبط فاحنا مش عارفين اصلها ايه مش بالزبط. عارفين فصلها ايه وعارفين ان هم 21 وحده من ال 21 مليون بالظبط من ال 21 مليون وحده الرقمية دي اللي سموها البيتكوين بالزبط. ده بس في البيتكوين بالظبط اللي ابتدت $100 كانوا يشتروا لك 16,000 بالظبط النهاردة واحد بيتكوين ب7,000 بالظبط دولار ده تقلبات الأسعار هو اللي عمل البيتكوين ساتوشي ده أنا أعتبر أنه شخص يعني هو عملها بيزد على فكرتين اقتصاديتين بسيطه يعني اول حاجه ان هو فكر يجذب الناس بطريقه التكلفه البسيطه بتاعه التعاملات عن طريق استخدام التكنولوجيا اللي هنتكلم عنها اللي هي البلوك تشين تاني حاجه نظام الندره في الاقتصاد الندره فهو عمل 21 مليون ندره يعني بيقلل من المعروض فيرفع القيمه بالظبط فهو النهارده بيتكلم في 21 مليون المصدر دلوقتي 16 فابتدى المعروض يبقى قليل اللي هيتعرض هيبقى قليل زمان في 2009 كان كتير فكانت العملة دي برقم بسيط زائد ان جورج سورس مثلا امبارح قال ان هو هيدخل البيتكوين في البورتفوليو بتاعه فلما هو جورج سوروس معروف ان هو مضارب ولعب في اقتصاديات دول بالظبط بالظبط بس انا قصدي كمان ان هو لما يدخل مش هيشتري 2 3 بيتكوين هيشتري كمية كبيرة فلو قرر ان هو يبيعها ده هيزود من تقلبات السعر بتاعت البيتكوين الفولاتيليتي ما هيزود الفولاتيليتي بالظبط فده طبعا من خطوره الـ البيتكوين والعملات الافتراضيه يعني انا النهارده افهم ان مثلا لما حضرتك بتيجي بتشتري الجنيه الذهب ليه قيمه يعني ده مخزون للقيمه مش كده بالظبط لما تيجي تشتري مثلا سهم السهم ده بيبقى مبني على اساس معين بالزبط. ان قيمه الشركة متقسمة على عدد أسهم فالسهم يبقى كذا ففي تداول عليها إن أنا تيجي تكلمني على عملة رقمية افتراضية معرفش مين اللي وراها معرفش أهدافه إيه معرفش مين الجهة اللي روح أشتكي لها لو أنا حسيت إن أنا أتاخد حقي معرفش النهاردة لو أنا اشتريت الواحد بيتكوين ده أبو $7,000 لو بكرة بقى بدولار معرفش روح لمين أنا اتخرب بيتي معرفش اي حاجة من الكلام ده طيب. على اي اساس بنتكلم على قيمة انت هنا بتتكلم على ندرة بالظبط ولكن كمخزون للقيمة فين لا هو كمخزون للقيمة صعب ان هي تستخدم كمخزون للقيمة حاليا لان طبعا تقلبات الاسعار فيها دي ما ينفعش ان حد يستخدمها كمخزون للقيمة ده كل ثانية السعر بتاعها بيتغير بطريقة قوية فصعب ان انا اعرف انا معايا كام دلوقتي غير لما ابص على ده صعب جدا المشكلة بتاعتها ان انا صعب احكم في لو اعتبرنا ان الفيرتشوال كارنسيز او العملات الافتراضية هي اسهم او سندات او فرصه استثماريه فصعب ان انا احسب القيمه العادله بتاعتي علشان اعرف ايه القيمه الحقيقيه اللي انا المفروض انا بكسبها بشتريها وانا خسران ولا انا كسبان لان هي ما فيهاش اي تدفقات نقديه زي السندات او الاسهم فدي مشكله برضو من المشكلات بتاعه العمله الرقميه طيب اتفضل نطلع فاصل تمام ونرجع يعني انت بتقول دي مشكله من المشكلات يعني انا شايف ده الاساس يعني انا حاجه انا مش شايفها انا شخصيا ما فهمهاش يعني يمكن طبعا انتوا كجيل جديد انتوا فاهمين الكلام ده احسن مننا بكتير نطلع فاصل ونرجع نتكلم بقى على التكنولوجيا نفسها هل يعني غير العمله التكنولوجيا اللي مبنيه عليها هل ممكن تبقى مفيده ده في الفقره القادمه فخليكم في اسواق وعمله اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية ضيفنا وضيفكم الاستاذ احمد عز الدين المحلل المالي وهو بيحاول يشرح لي موضوع الايثيريوم والبيتكوين والكريبتو كارنسيز وانا طبعا فاهم تقيل بعد الرنجه واللازم منه حضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه طيب انت النهارده حضرتك لما بتتكلم على العملات الرقميه دي بتتكلم على عملات رقميه ولا احنا عارفين القيمه فين ولا احنا ده احنا حتى ما نعرفش هل في اي تنظيم ولا اي رقابه في الموضوع ولا لا تمام هو انا عايز افهم الاول التنظيم اللي انا مستنيه من الدول يكون ازاي
يعني انا كدوله او مش بتكلم على مصر بتكلم على اي بلد، ايه اللي يخليني اريجوليت عمله زي البيتكوين او اي عمله افتراضيه من دول غير لو هي العمله بتاعتي انا؟ غير كده انا مش هخلي مواطن عندي، هحذر ليه المواطنين؟ لان انا شايف فيها فولاتيليتي عاليه، شايف فيها تذبذب في الريسك كمان عالي جدا. فممكن واحد النهارده يدفع 1000 دولار يجي لي اخر اليوم علشان العمله نزلت ب 200 دولار، فانا بخسر. وانا في الاخر كدوله يعني انا ايمن عايش في مصر هدفع 1000 دولار عشان اشتري واحد ايثيريوم بالظبط، خسرت ال 1000 دولار دول ما طلعوا من البلد في الاخر بالظبط يعني. كده فهي دي انا مش هخلي، طول ما انا شايف ان هي فيها فولاتيليتي وشايف ان هي مش عمله تذبذب اقدر عايز. بالظبط كده، اول ما التذبذب ده ينزل هتلاقي الدول بتعترف بيها كعمله بتاعتها، هي كعمله زي اليورو زي الدولار، تبقى امريكا بتقول انا عملت عمله افتراضيه جديده. في الحاله دي لازم يبقى عليها رقابه ولازم فيها تنظيم. في الحاله دي هيبقى بالظبط زي ما احنا في مصر هنا او اي بنك بيتعامل مع اي عمله مركزي، بيحط شروط ومواصفات للتعامل بالعمله بتاعته وللبنوك بتاعته بالعمله دي. ايوه بالظبط. انت النهارده حضرتك لما بتتعامل على العملات الاجنبيه، العملات الاجنبيه دي وراها اقتصاد بالظبط، واخد بالك؟ يعني انت النهارده بتتعامل بالدولار، الدولار ده تبع الولايات المتحده الامريكيه اللي هي اقتصادها مبني على 1 2 3 4 والعمله بتتحدد على اساس 1 2 3 4. انما لما تيجي تقول لي النهارده هتعامل معاك على البيتكوين والايثيريوم، مين اكلم مين؟ طيب مين الكبير فيكم اللي اكلمه في الموضوع ده؟ تمام. هو الفكره انه في الاول خالص هو كان الهدف منها زي ما قلت لحضرتك ان هو يخليها عمله مستقله عن اي اقتصاد. الهدف ده هو فقده لما بقى فيه فعلا ارتباط ما بين العملات الافتراضيه اللي هي من اهمها البيتكوين واي عمله تانية. يعني لو الدولار عالي اعرف اربط ده كويس بالعمله بالبيتكوين. اشرحها لي الحته دي. يعني لو الدولار عالي بنسبه معينه 1% اقدر اقول ان البيتكوين هينزل بنسبه 0.5%. انا طبعا مش بقول لحضرتك النسب المظبوطه بس انا بقول لحضرتك مثلا يعني ان في علاقه يعني. في علاقه ما بين اليورو والبيتكوين. العمله الوحيده اللي ممكن نقول ان هي ما فيش في علاقه ما بينها بس مش مهمه مش سيجنيفيكانت دي اللي هي الايثيريوم، لان هي بتتكلم على تكنولوجي اكتر ما هي بتتكلم على عمله او ستور اوف فاليو او الكلام ده. فالفكره ان مفيش بلد هترضى ان هي تشرع او تحط قوانين لده غير لو العمله دي بتاعتها، وغير لو العمله دي ما فيهاش تقلبات في السعر كده. زي ما فنزويلا مثلا عملت في العمله بتاعتها الافتراضيه. فنزويلا عملتها باكد باي اويل، باكد باي يعني مضمونه بالبترول او بالنفط. مخزون البترول اللي عنده. بالظبط. طيب قول لي النهارده خلاص، يعني انا من الناس اللي اخاف اقرب. تمام. انما في تكنولوجيا مبني عليها العملات دي. التكنولوجيا دي عباره عن ايه؟ وهل هي مفيده وممكن نستفيد منها ولا لا؟ تمام. هو ساتوشي ناكاموتو ده عمل لنا حاجتين، البيتكوين وعمل السوفت وير او الانفراستراكشر او البنيه التحتيه اللي تقدر تحرك ده، هي البلوك تشين. قبل ما اشرح البلوك تشين هتكلم عن النظام اللي موجود دلوقتي علشان الناس تبقى عارفاه. انا لو حبيت احول مني لحضرتك دولار، المفروض ان الدولار ده بيروح لبنك تراستد اللي هو مثلا، لو هو دولار بيروح مثلا بنك ويلز فارجو وبيوصل لحضرتك. الكلام ده بيوصل بفاليو ديد او بعد 3 ايام تقريبا. هو ابتدى يقول لا انا مش عايز ادخل طرف ثالث، انا عايز ان الشبكه دي تدار لوحدها. يعني ايه تدار لوحدها؟ يعني يبقى في الناس اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم المعدنين او الماينرز بتوع العمله دي، هم اللي يحلوا، هم اللي يتاكدوا ان العمله دي، ان احمد عز مع وحضرتك فعلا انا معايا فلوس وبحول لحضرتك وحضرتك عارف ان انا معايا فلوس وانت بتحول لي المنتج ده. فابتدوا يعملوا الفكره كلها ان هم ابتدوا يعملوا انه المعدن ده بيتاكد من خلال حاجه اسمها شيرد ليدجر او الديستريبيوتد ليدجر، بيتاكد ان فعلا الفلوس دي موجوده مع حضرتك وموجوده معايا. يعني انا لو حاولت انا كهاكر او انا لو حبيت افيك الحساب بتاعي من خلال ان انا لو معايا 100000 اقول ان انا معايا مليون، اخترق الحساب بتاعي من خلال ان انا معايا 100 مليون مثلا، 100 مليون بقول ان انا معايا 50 مليون، مش هقدر. ليه؟ علشان الحساب بتاعي متسجل عندي ومتسجل مع كل الناس اللي في الشبكه اللي بتتعامل بالبلوك تشين. فصعب جدا اخترقها. بس هيك كأي تكنولوجي ممكن يطلع فيه يوم من الايام طبعا هاكر، لو فضلت ما تملكهاش دوله، لازم تملكها دوله ولازم الدوله دي تبقى هي اللي فرضه سيطرتها على ده. لازم يبقى لازم في جهه بتنظم وبتراقب العمليه دي. بالظبط. طيب تنظم ازاي
والمراقبه بتبقى ازاي؟ المراقبه هتبقى مراقبه ذاتيه بتهيالي التكنولوجيا دي ولا ايه؟ يعني السي اي بي في مصر هنا بيدرس طبعا ان هو يطبق حاجه زي بلوك تشين، جي بي مورجان، انتل، في 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 مؤسسات كتيره ماليه بتطبق البلوك، بتحاول تطبق البلوك تشين لان هي هتسرع عمليه حتى التحويل، بدل ما كنا بنتكلم في 3 ايام بنتكلم دلوقتي في 10 من 10 ل 20 دقيقه. انت بتقول لي هنا في مصر سي اي بي بيدرس ان هو يطبق بالظبط طبعا البلوك تشين ده بالظبط، يبقى ده معناته ان النهارده ممكن يتم الاستغناء عن الـ دفتر شيكات مثلا. ممكن طبعا، ده هيبقى في المستقبل، هيبقى ده مش لازم يبقى موجود. هو حاليا دلوقتي في حتى في الاونلاين بانكينج والكلام ده، ممكن ان انا احول لحضرتك فلوس بسهوله. وال معلش يعني اكيد طبعا، لا براحتك فهمها لي كده بالراحه. يعني انا النهارده عندي حساب في البنك ده، تمام، الحساب ده فيه 1000 جنيه، تمام، اوكي تمام، وحضرتك عندك حساب وغيره وغيره وغيره. البلوك تشين تكنولوجي هتفيد في ايه بقى الخدمات البنكيه دي؟ تمام، اولا البلوك تشين فيها ميزه ان انا اعرف الكريدت ريتنج، او الـ اعرف احدد العميل ده تصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني بقى فيها ان انا اقدر اسرع عمليات التحويل، فيها ان انا اقدر اقلل تكلفه المعاملات نفسها، فيها ان الحته اللي بيهتموا بيها قوي في البنوك نو يور كاستمر، او معرفه العميل بتاعك لو انت بتدي له قرض او انت بتفتح له حساب حتى. في البورصه ممكن ان هي تسرع لي برضو زي ما قلنا تكلفه المعامله دي، هتفيدني كمان في البورصه، زائد ان هي هتزود التسويه، وفي التسويه طبعا بالظبط، لان هي التسويه بتتعمل اوتوماتيك من خلال الماينز طبعا. بس ده مش هتبقى تي بلس زيرو، ده هتبقى تي بلس اون سبوت اقل من زيرو. بالظبط بالظبط بالظبط، لان هي هتاخد من 10 ل 20 دقيقه، ومتوقع طبعا ان هي هتقل كمان، ممكن تبقى يعني. هل ممكن نستفيد منه مثلا في الشهر العقاري؟ ممكن نستفيد منه في اي حاجه فيها تحويل، من فيها تعاملات مع البني ادمين، زي الاثيريوم كده لما بقول لحضرتك، ممكن نستخدم منه في الكهرباء، ممكن نستخدمه في اي حاجه تانية، ممكن نستخدمه في تحويل، ممكن نستخدمه في البنوك كمان من ناحيه خطابات الائتمان وخطابات الضمان، بستفيد من في ده يعني من البيتكوين في خطابات الائتمان، من خلال ان انا قبل ما بحول لحضرتك المنتج بعرف اذا كان حضرتك معاك فلوس ولا لا فعلا. فالبلوك تشين هي دي فكرتها، ان هي فعلا تكنولوجيا المفروض العالم كله هيتجه ليها، والعالم كله فعلا في بنوك كتير ابتدت تتجه ليها بره مصر، ودي حاجه طبعا هتزود السيوله وهتزود التعاملات ما بين الافراد وبعضهم، وما بين المؤسسات وبعضهم بكل امان. والسرعه طبعا، فيقلل في التكلفه، فيقلل في تكلفه المعاملات، المعاملات تمام. طيب ده ما يتقابلش بنوع من انواع السلبيات، بمعنى لو ده تم ده ما يقللش من العماله؟ يعني مش هحتاج بقى عماله في الحاله دي، ما انا عندي كل التكنولوجيات دي بتقوم بالدور الرهيب ده، مش محتاج موظفين بقى. بالظبط، هو العالم كله دلوقتي رايح للذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس. الارتفيشال انتليجنس هي بتتكلم ان في حاجات كتير احنا ممكن نعملها، ممكن نبني عماره بالارتفيشال انتليجنس، ممكن ابني فيلا من غير ما عامل يدخل فيها. هي كل ما التكنولوجيا بتتطور، التكنولوجيا كلها الفوائد بتاعتها ان انا اخلي العماله تقل شويه وتبقى مور اكريت او دقيقه اكتر من العماله اللي احنا بنستخدمها بايدينا. لما دخل التكنولوجيا تبقى مور يعني ادق اكتر في الانتاج، وبرده السرعه في الانتاج. ايه المجالات اللي فيد بتكنولوجيا زي البلوك تشين تكنولوجي دي؟ كل البلاد يعني، لا يعني عندنا هنا في مصر ايه المجالات اللي ممكن بلوك تشين تكنولوجي تفيدنا؟ في اي المجالات؟ القطاع المصرفي، البورصه طبعا، زي ما حضرتك قلت الشهر العقاري، الكهرباء في يوم من الايام، احنا دلوقتي في مصر في طاقه شمسيه، الصين دلوقتي ابتدت تستخدم ده، لان الصين طبعا دلوقتي اكتر حد بيشتغل في الحته دي، فاحنا ممكن نتعلم من تجربتهم في الحته دي. في مجالات كتير، كل تقريبا اي مجال ممكن ادخل فيه البلوك تشين، زي ما بدخل فيه الارتفيشال انتليجنس، والاثنين لو اتحدوا مع بعض زي الاثيريوم كده لما اتحدوا مع بعض في القيود الذكيه هتزود كتير قوي. علشان يستخدم محتاج يبقى عندي ايه؟ هل لازم مثلا قبل ما ابتدي اطبق المنظومه دي او استخدمها لازم يبقى عندي قاعده بيانات كامله وسليمه 100% مثلا؟ لازم يكون عندي قاعده بيانات فعلا، دي حقيقه، علشان دي اللي هبني عليها بعد كده. وتطبيقه بعد كده ما بياخدش يعني ممكن من 6-7 شهور، لو انا عندي قاعده البيانات دي سليمه من 6-7 شهور بتطبق.
هل دي تفيدنا مثلا في منظومة التموين علشان الدعم يوصل لمستحقيه؟ هل التكنولوجيا دي ممكن تفيد؟ التكنولوجيا دي ممكن توصل من خلال طبعا في موضوع الدعم، لانه هعرف اسكان العميل ده فعلا معاه فلوس ولا لا، وهعرف كل تاريخه المصرفي ايه من اول ما فتح حساب في البنك. انا عايز اقطعك هنا، انت بتقول هعرف تاريخه المصرفي ايه، طيب انت عندك مجتمع غالبيته ما عندوش حسابات مصرفية، وده اللي مصر مش موجود، وده اللي الدول كلها رايحة فيه. مصر طبعا رايحة في فكرة الشمول المالي، ان انا اعرف ادخل اوصل للراجل اللي قاعد في الفلاحين اللي ما بيحبش يروح البنك او خايف يروح البنك، اعرف اوصل له كويس جدا، وساعتها لما هو يشوف انه هو عارف يوصل البنك، حتى لو يعرف يفتح حساب حتى بخمسين جنيه ويزود كل يوم جنيه، ومش لازم يروح البنك، فده هيخليني تعرف طبعا اعرف تاريخه المصرفي ايه، فهي بتساعد على الشمول المالي، وهي والشمول المالي هيوصلوا في الاخر مرحله ان احنا بنزود ال تعرف التحويلات عن طريق التليفون. زي النموذج اللي حاصل في كينيا اللي نجاح مبهر، ان مش محتاج ان هو يسيب قريته ويروح عشان يفتح حساب بنكي او يحول فلوس لاولاده او يحول فلوس لواحد بيشتري منه مثلا منتجات خاصة بمحاصيل زراعية أو غيره وغيره، بيعملها كلها عن طريق التليفون. هل ده ممكن يدخل، يعني إن برقم تليفونك ممكن تدخل في المنظومة دي؟ ممكن برقم التليفون، ممكن برقم التليفون وبطاقة الرقم القومي، أعرف يبقى عندي حسابات في كل بنوك برقم قومي واحد، ويبقى ليه اكستنشن بس يعرفني ده بنك إيه وده بنك إيه. ممكن ان انا اعمل زي اي تي ام ماشين، بس طبعا مش هتبقى بنفس الفكرة، تبقى ماشين موجودة في القرى تخلينا الرجل من غير ما يروح البنك يعرف يفتح حساب في اي بنك. طبعا ممكن يحصل الكلام ده، يعني بلوك تشين هتفيدني في الكلام ده، وهتسرع من الكلام ده، وهتسرع من فاينانشال انكلوجن كمان. يعني احنا عندنا منتج حتى الان ما نقدرش نقول انه هو منتج امن، اللي هو العملات الرقميه، ولكن التكنولوجيا اللي مبنيه عليها العملات الرقميه دي نقدر نقول انها تكنولوجيا مفيده. بالظبط، اكيد طبعا، اكيد طبعا نقدر نقول ان هي تكنولوجيا مفيدة، وبتساعد على الاستثمار والحتة اللي كنا بنتكلم عليها في الائتمان، وبتقلل من موضوع الفراد او موضوع ان حد يقدر ان هو يعني يفيك الحساب بتاعه، او ان هو يقدر يغير رقم الكمية اللي موجودة في الحساب بتاعته، كمية الفلوس نفسها. مش هيقدر يعمل ده، فما يبقاش عندك حساب بدون رصيد، ما يبقاش عندك تأخير في الالتزامات اللي عليك، فالتصنيف الائتماني بتاعك يرتفع. بالظبط بالظبط، وحتة كمان انه يبقى عندي حساب فاضي ولا لا، دي هنحددها بقى ساعة، يعني اي دولة لما تطبق البلوك تشين بالكامل هيبقى فيها هي اللي تقرر اذا كانت هي ترضى تفتح حساب فاضي ولا لا. بس في طبعا الحاجات كتير، زي رويترز مثلا ابتدت دلوقتي ان هي تطبق البلوك تشين، بي ان بي ابتدوا يطبقوا. طبعا العالم كله متجه للبلوك تشين. الفيرتشوال كرنسي في اعتقادي الشخصي هي مش عمله مستقله عن الاقتصاد، هي لسه شويه مش فيها تذبذبات عاليه. انا كواحد مستثمر المفروض ان انا افكر قبل ما ادخل في ثلاث حاجات، اول حاجه ان انا اعرف الخطر اللي انا داخل عليه، واعرف وحجمه قد ايه، وساعتها اعرف اقرر ادخل فيه ولا لا. انا ما اعرفش الثلاثه دول وانا داخل في الفيرتشوال كرنسي، فما ينفعش ان انا ادخل استثمر فيها وانا ما اعرفش الثلاثه دول. دي يمكن اكبر خطوره ليها، انا داخل على حاجه انا مش عارف هروح هتوديني لفين، يعني استثمار مش عارف هيوديني لفين، ممكن يكسبني جدا وممكن يخسرني، ينزلني لزيرو في لحظه. هنا انت بتتكلم على حاجه بقى اللي هو ايه، كنا بنقعد نحذر الناس منها زمان في البورصه، اللي هو خارج المقصوره. ده بقى مش خارج المقصوره، ده خارج المقصوره. بالظبط كده، بالظبط. العملات الافتراضيه في اعتقد المستقبل رايح ان في بلاد هتعترف بيها، وفي بلاد هتحدد العمله الافتراضيه دي على انها العمله الرسميه بتاعتها في المستقبل بطريقه البلوك تشين، وهتبقى عمله افتراضيه ممكن بعد فتره. انت في الاخر بتقول يعني ايه، البلوك تشين مفيد. بالظبط. الكريبتو كارنسيز العملات الرقميه قلق. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عز الدين المحلل المالي، اسعدتنا بوجودك معنا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم، وبكره يوم جديد وبرنامجكم اسواق وعمل.